فالنور خصة جده وهو الذي الذي وفقنا جميعا لنكون جزءا من هذه الليلة المباركة التي كانت فرحتها فرحتين. الأولى هي إفطار مولانا الشيخ بليلة القدر، والثانية ذكرى الإمامين الجليلين. الشيخ بالاهتمام بما يسمو بالناس من العلم، فبدأ يجمع علوم جده سيد الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني. احتفال ناس بليلة القدر وبمناسبة الإمامين الجليلين بمناسبة إفطار مولانا الشيخ محمد شيء يعني يمكن يكون ثلاثة في واحد زي ما نقول عندنا، فهي فضل كبير جدا. فالقيام ليالي الفضل في رمضان شيء كبير جدا، وانا اتمنى بعدها كل الناس تبتغي الى عمل الاوراد بالطريقه الصحيحه ونلتقي الى مراد مولانا في هذا الاتجاه. الحمد لله رب العالمين.